أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على أن يكون لأبناء الوطن في الخارج فرصة للاستثمار في بلدهم، مشيرا إلى أنه ستكون لهم الأولوية في المشروعات التي يتم تنفيذها في مختلف قطاعات الدولة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع عدد من المصريين بالخارج لاستعراض ملامح المقترح المقدم من جانب عدد من المستثمرين بالخارج، وذلك لتأسيس شركة المصريون في الخارج للاستثمار، حيث أكد ترحيبه بهذا التوجه موضحا انه سيتم تقديم مختلف اشكال وصور الدعم من جانب الحكومه في هذا الشان وجدد مدبولي ترحيبه ودعمه لانشاء هذه الشركه وتحفيز المصريين بالخارج للاستثمار في وطنهم موجها بان يتم عقد اجتماع يضم وزيره الدوله للهجره ورئيس هيئه الرقابه الماليه ورئيس التنفيذي لهيئه الاستثمار ومسؤولي البنك المركزي للاتفاق على الامور الفنيه التفصيليه الخاصه بانشاء الشركه وعرض نتائج الاجتماع لاتخاذ اللازم بشان ظهور هذا الكيان المهم ومساهمته في الاقتصاد الوطني